السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم يا حبيبي استاذ وليد الغالي، يا ابن مصر الشقيقه العزيز، اني احد متابعيك، اشوف لك فيديوهات تنزل على اليوتيوب حلو، وعاشت ايدك والله يبارك بيك، وده تعلم اكثر من واحد، وهذا الشيء يعني شيء حلو، الله يبارك بيك ويعطيك الصحه والعافيه. عزيزي استاذ وليد الغالي، هذا الكارت اولا هي هيتاشي ثلاجه، هيتاشي انفرتر، هذا الموتور مالها، هذا الموتور مالتها المجموعه، احنا كاسرين البوري، يعني هو البوري مكسور اساسا، يجي مكسور البوري مضبوط طاقي، فهذا الموتور مالتها والكارت هذا مالتها. اكو هنا جلوب صغير اخضر لونه اخضر يعطيني 7 ومضات ويسكت، فالومضات اللي 7 لازم تعطيني فد عطل، فالحد الان 7 ومضات ما لقيت العطل مالها شنو. انا اخوك فني تبريد وعندنا ادوات احتياطيه للتبريد، واي شيء تحتاج احنا حاضرين منا كيفك اللي يعجبك. هاي الثلاجه وهاي فتحت الباب، هاي المروحة تشتغل اما هاي المروحة ما تشتغل، فحصتها على بطارية 9 فولت ما اشتغلت، تهز شوية وتسكت. بدلت الحساس الابيض اللي هو هذا المستشعر، بدلته ما اشتغلت. بدلت الاوتوماتيك اللي هو هذا اوتوماتيك، تسميه يمكم اوتوماتيك او ثرموستات تسميه انت يعني ما اعرف، فبدلته اما بي مشكله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. استاذ وليد بقى حبيبي، راح اسوي شيء قدامك يعني مقطع فيديو، اجي شغلت هاي 3 جلوبات اللي قلت لي سويهن، 1 2 3 وهاي الكهرباء وهاي الكارت مالته وهاي الفيشه مال الكبات رجعتها، انطيت من هنا وانطيت من هنا نفس الحاله، راح اشغل قدامك. شغلت راح يشتغل فقط واحد بس، رقم واحد يشتغل. اصور خليك وياي شوية، بس اول جلوب اول واحد يشتغل فقط، بس هذا واحد ويرجع يطفى، شفته لاحظته راح يرجع يشتغل النوب، لاحظ النوب بس واحد، واكو صوت ينادي يطلع بعد الاشارة، بعد 1 2 3 4 5 6 7 بس 2 3 4 5 6 7 خلاص، وبس واحد يشتغل. راح اشوفك انه مرح انه اكو سر ايش بابا، راح يشتغل مرة واحدة، هاي مرة واحدة راح ارجع اشوفك هناك، خليك وياي ولو طولت عليك الفيديو، تشتغل بس مروحة واحدة والثانية واقفة، اشتغلت مروحة شوية تطفى، طفت، هاي ما تشتغل، تشتغل شوية وتطفى، وهاي ما تشتغل، راح ترجع النوم،
مرة راح تشتغل منه؟ مرة واحدة شوية؟ المهم يعني تشتغل مرة واحدة وتطفى، مرة واحدة شوية وتطفى. لا تعيد النوم ما عادت. القلوب مشتغل طبيعي، هذا القلوب مشتغل طبيعي، ماكو مشكلة هنا. وراح اسيب هالباب على مود تشتغل الدقمة، تشتغل فقط شوية الصورة راح تشتغل. المهم بس هي تشتغل هاي شوية ثواني تطفى، ثواني تطفى، اما هاي ما تشتغل خلاص. حلوة يعني شوف لنا في الخلل شنو، والحساس مبدله الابيض، هذا مبدله بعدني، هذا بدلته، والاوتوماتيك بدلته، والحساس الفيوز هذا شو نسميه حضرتك ما اعرف هم بدلته. الهيتر شغال، وهاي الثلاجة هيتر شو. وهذا الكارت مالته، 7 مرات ينطي، والقلوب مرة واحدة يشتغل، مرة واحدة. شوف ثواني، قام ما يشتغل، يعني يشتغل مرتين ثلاثة ويطفى بعد ما يشتغل. الو تقول لنا السبب، طفيتها. شكرا لك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.